طبعا انا من الناس اللي كيعشقوا صوت كوثر. صوت كوثر كيطربني بزاف، ولكن كل واحد وصوته، كل واحد اش غنقول لك، انا كنعتبرهم كاملين كاع الفنانين اللي كاينين دابا في الساحه الفنيه كيعجبوني كاملين، ما نقدرش انا نقارن اختي مع وحدين اخرين، فكاملين بهم كيعجبوني. يعني صراحه لا، يعني كل وحده دارت بلاصتها في حاجه. انا درت بلاصتي في عالم الموضه والفاشن والازياء، وكوثر دارت بلاصتها في الغناء أيه. يعني ما كرهش نشارك في برنامج، ولكن في الوقت الحالي يعني مازال ما عنديش الفكره. اكثر حاجه اللي انا مركزه فيها هو هذا الشيء قرايتي، وهذا الشيء ديال الموضه وديال الفاشن. يعني من لي كرياتريس اللي تمنيت لبسهم شي نهار هما بسمه بوسيل، وكما كتشوفوني اليوم لابسه من لي كرياسيون ديالها، فكنوجه لها تحيه وكنقول لها تبارك الله عليك، وكنتمنى لك كل التوفيق. صراحه فين ما شي حاجه كتشريها كوثر او انا كنشريها، فكتلقاي اول حاجه كتصيفطها لي نشوفها، ولا انا كنصيفط لها تشوفها، فديما كناخذوا يعني راي بعضياتنا. اش غنقول لك، يعني ما كنتهلاش، يعني بلا ما نكذب ما كنتهلاش يعني في لابو ديالي بزاف ولا في شعري بزاف، يعني عادي كتلقيني مره نتا انا ندير شي ماسك ولا درت شي حاجه شعري، شي زيت لشعري، يعني ما عنديش شي خلطه سحريه اللي نقول لك لا. الحاجه المهمه انه ما خصكمش تعسوا بالمكياج، هي الحاجه المهمه، مسحوا مزيان عينيكم وجهكم. انا ماشي ضد نهائيا عمليه التجميل وما عنديش مشكل، ولكن كيما كنشوف انا راسي ما كنبان لك محتاجه ندير شي عمليه تجميل. انا الحمد لله ربي عطاني يعني كامله مكموله، ما كنشوفش راسي خاصني يمكن عمليه تجميل، ما كنشوفش نهائيا راسي. تابعوا اخباري وكل جديدي على لالا مولاتي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب.